معي العقد بتاع خالد بطيب ولا معي مع العقد خالد بطيب. انا امبارح نزلت بالنكاز، هو نزل بخالد بطيب دلوقتي. بس النكاز امبارح قال لك نبيل ابو زيد وله فلوس مش عارف ايه وما خدهاش، وحمد النكاز ما دفعش الفلوس. جبت لكم العقد، نبيل ابو زيد وكيلا عن نادي الزمالك، مش حمد النكاز خالص، مش حمد النكاز خالص، مش حمد النكاز خالص. النهاردة عقد خالد بوطيب فضيحة، 4,532,000 يورو، اضرب في 20، عديت 100,000 يورو، 100,000 100 مليون مصري. حاجة تانية، الموسم الأول يحصل على 671,000 يورو، الموسم الثاني 1,290,000 يورو. هو في عقد بيبقى فيه هذه القفزة؟ يعني من 671,000 يورو لمليون 290,000، يعني بتزودوا أكتر من 500,000 يورو في الموسم، في الموسم. الموسم الثالث نفس المسألة، 1,290,000 يورو، الموسم الرابع 1,290,000 يورو، يعني 1,300,000. يعني لا ده بخلاف ايه بقى، بدل السكن، بدل السكن له 1,000,000 جنيه، بدل السكن. التذاكر 500,000 جنيه، 25 تذكرة، منحة توقيع العقد قال لك 129,000 يورو، 130,000 يعني، بدل السيارة 271,000، قيمة شراء اللاعب من مالتيا سبورت التركي 1,500,000 يورو، وقيمة عقده 2.5. اتكلم في 6 الحاجات ديت، دخلنا كام بقى بالمصري؟ ما يعادل 124,690,000. هل هذا او عشان نادي الزمالك للالعاب الرياضيه والعقد، مش اوضح لكم كل حاجه ماشي. فهنا لعيب بهذه القيمه، حسين الشحات لما جه قلنا المبلغ كبير، بس حسين الشحات النهارده بيلعب ومؤثر وفاعل في الفرقه ومنتخب مصر. انت جبت واحد من منتخب المغرب وقلنا لك ده بيخلص كور، صممت تجيب، دفعت فيه 1,500,000 يورو، 1,500,000 يورو لمالتيا سبورت، وبعدين بتديله في عقده. هو هنا بس اول سنه للغز، اول سنه 675,000 يورو، تاني سنه على طول 1,300,000، 1,300,000، يعني زياده 600,000 يورو تقريبا، يعني زيادة 600,000. هل بقى هنا في الموسم الأول ليه الحكاية كده والموسم الثاني كده وبدل السيارة كده؟ جايب لعيب يكلفك 124 مليون وما ادكش ببصلة. وخد المفاجأة، وكيله محمد عزيز أكد أنه في حال طلب الزمالك التفاوض على الاستغناء عن خالد بوطيب فأن اللاعب بتاعه يتمسك بالحصول على كافة مستحقاته المالية، المالية عن المواسم الأربعة، يعني يناير يكمل موسم، عن المواسم الأربعة. ده بالنسبة لخالد بوطيب. هكرر تاني حبيب قلبي أن فيما يخص قيد كهرباء، الأهلي يحق له قيد كهرباء بعد سؤال كل الخبراء والمسؤولين في اتحاد الكورة، ثم فوجئت بجزئية رهيبة أن الزمالك رفع اسم كهرباء من قيده. يعني لما تيجي تقيده السيستم مش هيقول لك أي حاجة خالص. الجزئية اللي اتكلم فيها الإعلام الكبير الكابتن مدحت شلبي بالأمس، اسمه مش موجود في قائمة الزمالك على السيستم، لا في اتحاد الكرة ولا في الاتحاد الأفريقي. حطوا الاسم وبعدين شالوه، حطوا الاسم وبعدين شالوه، في كارثة إدارية غير مسبوقة في تاريخ الأندية المصرية. طيب هاجيلكوا لأن مش عاوز أطول عشان في ماتشات أوروبا، الغياب النادي الأهلي بكرة، وقلت لكم فضيحة عقد خالد بوطيب، مش هطول برضه، غيابات الأهلي
بكره سعد السمير، محمود متولي، كريم نيدفيد، معلول، حمدي فتحي، الشناوي، اكرام علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رجع للقائمه مره اخرى، وغالبا هو من سيلعب بجوه، رامي ربيعه، محمود وحيد يلعب في الباك ليفت، في الوسط ايلو ديانج، السولاي، عاشور، قدامهم رمضان صبحي، وليد سليمان، الشحات، افشه، احمد الشيخ، وفي الهجوم جونيور اجاي. فيما يخص الزمالك ايضا، سيعقد المشرف على كره القدم العبقري جلسه مع مستر كارتيرون بعد مباراه بيراميدز للوقوف على قائمه الراحلين والجدد. احب ابشركم ان اتحاد الكره يرفض فتح باب الاستبدال، يرفض فتح باب الاستبدال. الزمالك له لاعب واحد فقط بفضل العبقريه التي يتم بها اداره كره القدم. العبقري المشرف على كره القدم طلب من فرجاني ساس التدخل لدى حمدي النكاز لحل ازمته الماليه والعوده الى صفوف الفريق، خاصه انه يبقى عنده مشكله في حال عدم فتح باب الاستبدال، وهذا مؤكد. كارتيرون قرر استبعاد شيكابالا من التشكيله الاساسيه وطلب وضع برنامج بدني له، وسيتم الترويج ان استبعاد شيكابالا امام بيراميدز بسبب نزله برد. ايه تاني يا انكل ابو المعاطي؟ لازم احيي حلم طولان عامل فوز بالأربعة واحد على نادي الجونة، وكده يجب ان يتاكد الكابتن خالد الغندور ان الجونة لن يمتاز بالغيره ولا بالغل في مواجهته امام الزمالك، الا اذا حدث ما يؤدي الى الغل وتم اقاله الصربي نبوشه اللي جايب الجونة ارض. رامي صبري سجل جونين في الدقيقه 3 والدقيقه 15، ومحمد شريف ضاف الجون الثالث في الدقيقه 17، محمد رزق اضاف الجون الرابع في الدقيقه 55، وسجل الجونة هدف، والنتيجه 4-1. تحيه بتقدير واحترام الى العبقري حلم طولان الذي يحاول انقاذ الانبي من بعد سلسله الهزائم اللي تعرض لها من بيراميدز بالاربعه وسموحه 2-1 ومن الانتاج والتعادل مع الجيش، وفاز على الزمالك وفاز على الجونه وجمعها